الصلاة على النبي لا إله إلا الله والشرع عنهم ينجلي لا إله إلا الله يا أخوات باليمين لا إله إلا الله هذه عطايا الرحمين لا إله إلا الله صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. على زفات الجمال للطلب والاستفسار 055-787-223-4. مدري هذه شمس أو قمرة بادت للعيون ولا من خارج المملكة 00966-557-7-2-2-3-4. وانبدت أسمى وطلت للعيان لا فجر لا شمس لا قمرة ولا هم يحزنون الليلة من أحلى الليالي صلوا على أسماء بالنبي صلوا عليه الليلة بها سحر خيالي صلوا على أسماء بالنبي صلوا عليه على زفات الجمال للطلب والاستفسار 055-787-223-4. ومن خارج المملكة 00966-557-7-2-2-3-4. مدري هذه شمس أو قمرة تبعدت للعيون ولا هذا نور فجر بالضياء أرخى جفون هذه أسماء وانبدت أسماء زفات الجمال للطلب والاستفسار 055-787-223-4.
00966 القمر منها يغار والمسالو طلت اسماء صار في لحظة نهار باختصار قلتها لي شمس فعلا باختصار وانبدت كل الكواكب من ضياها وانبدت كل الكواكب ضياها يسكت الله الله يا أسماء الله الله عليك ومن خارج المملكة 00966 557 2234. زفات الجمال للطلب والاستفسار 0557 8 7 2 3. اضواء نجوم وشموس كيف لا وطلالة اسماء تشرح قلوب ونفوس يفرحون باحلى ذرة وحقهم لو خمسة سبعة ثمانية سبعة اثنين اثنين ثلاثة أربعة. زفات الجمال بالطلب والاستفسار 0557 8 7 2 2 3 4. هالاسماء صفوة الطبع الكريم وامها ام المعاني وشيخة الجود المديم واهلها اهل المكارم
ومن خارج المملكة 0066-55-787-223-4. فيهم نقيم باختصار الشيخة هادي فوق ما تتخيلون. الله الله يا اسمع الله الله زفاف الجمال للطلب والاستفسار 0557872234.